السيدة أم محمد تتفضل. ألو، السلام عليكم فضيلة عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. طيب أنا كنت بسأل حضرتك، بس والدتي فطرت في رمضان كذا رمضان أثناء ولادة بعض إخواتي، فهي بعديها ما كانتش تعرف إن في إعادة للصيام، طيب فعفت متأخر بعديها بكذا سنة، طيب فأدت الصيام الأيام كلها اللي كانت فطرتها، طيب بس هي ناس قالوا لها ولا انها حاجة ولا المفروض حاجة اللي قالوا انها لها دول اللي قالوا لها. تطلع حاجة طيب افطار مسكين مع الصيام، فهل ده ينفع ولا تستكفي بالصيام بس؟ هجاوب حضرتك، بس انا عايز اسالك سؤال. ماما عندها وسواس دلوقتي، طيب تمام. في وسواس دلوقتي، هما دلوقتي وكانها حاسه بان هي كده خلاص صيامها راح منها كده ولا لا؟ طب انا هجاوب هي حضرتك، عايزة بس تقضي الحاجة كاملة مع هجاوب الطفل. حضرتك حاجه استاذ محمد. بصي يا ستي، اللي فعلته والدتك خلاص تم وليس عليها شيء، ليس عليها شيء. احنا خلاص استقرت الفتوى عندنا ان احنا مهما ترك الانسان هذا ليس عليه الا ان يصوم، ونفتي بذلك بمذهب السادة الحنفية، وليس عليها ان هي الا ان هي تصوم، وهي صامت وخلاص وانتهت المسألة، وليس عليها فدية. وارجو ان هي ما تسمعش الكلام ده، ما تقعدش تسمع الكلام ده، لان هي خلاص كده هي هتبدا في الوسوسه، او ان هي موسوسه، فما بلاش تحمل نفسها ما لا تطيق، وتفضل تجلد في نفسها تجلد في نفسها. خلاص هي صامت ما كان عليها، وانتهى الامر، وانتهى الامر خلاص. فهذا هو، فهي فعلت ما يجب عليها، وليس عليها شيء اكثر من ذلك ان تفعله.